ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على تحذيرات قويه كتير ونصايح قويه جدا 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 لاصحاب برج العذراء اللي هم ملوك الحظ خلال شهر سبتمبر لعام 2021. زي ما قلت لكم قبل كده ان احيانا كتير من الابراج اللي بيكون عندهم حظ قوي جدا هم نفس الابراج اللي بيكون عندهم كتير من التحذيرات. طيب برج العذراء مبدئيا يعني احنا عندنا خلال الشهر كله في نصيحه مهمه كتير، وهي اول حاجه ان انت عندك حسد رهيب. بمعنى زي ما قلت لكم قبل كده ان الشمس لما تكون مسلطه على برج، مبدئيا برج العذراء كل سنه وانتم طيبين وكل سنه وانتم سعداء، وربنا يجعلها سنه من اجمل السنين عليكم، ويا رب يحقق امنيات الجميع جدا. طيب نكمل النقطة اللي احنا كنا عايزين نقولها. الشمس موجودة عندك كتير، وده معناه ان انت الاضواء مسلطة عليك جدا، وقد ايه كتير مركز ناس مركزة معاك، منهم اللي مركز بشكل ايجابي وده مش قصتنا دلوقتي، لكن في كتير مركز بطريقة سلبية، اللي هي بمعنى ان كتير حاسدك، كتير بيبص فيه ان هو ازاي يأذيك، ازاي ان هو يحطك في مشكلة، ازاي ان هو يخلي صورتك مهزوزة او صورتك مش لطيفة. فاذا اول نقطة ان انت لازم تكون محصن نفسك كتير، محصن نفسك ضد الحسد، ومحصن نفسك كتير ضد الاشخاص اللي هم عايزين يتلاعبوا ببعض الاوراق او ان هم يشوهوا سمعتك. طيب التحصين من الحسد والحقد والحاجات اللي زي كده اللي بتجيب العين والنظره، فدي معروف معروف هنحصن نفسنا ازاي، لكن ازاي ان انا احصن نفسي من ان حد يلعب في اوراق او يعني اخلي بالي من اوراق، اخلي بالي من مستندات، اخلي بالي من فلوس، اخلي بالي ان انا اسراري ما تكونش مع اي حد، لا لازم اكون حريص كتير على الكلام اللي انا بقوله، لازم اكون حريص كتير على شكلي، على طريقه لبسي. ركزوا كتير، ما اقصدش طبعا اي حاجه كل واحد يلبس اللي هو عايزه يعني عادي، بس في اشخاص ممكن اللي هو تلعب على النقطه دي، على المظهر الخارجي بتاعك، فلازم تكون حريص جدا جدا المكان ده يناسب ايه وما يناسبش ايه، والحاجات اللي زي كده لازم تبقى في بالك كتير. احيانا على فكره كلنا ممكن نقع في فخ زي كده، بس في نفس الوقت خلي بالك عشان في حد بيصب لك فخ بجد بجد. طيب فدي اول نقطه يا برج العذراء. تاني حاجة مهمة كتير، وهي ان انت ابعد تماما عن التسرع في الحكم على الاخرين، يعني حاول على قد ما تقدر ان انت ادي فرصة للي قدامك ما تحكمش عليه، حاول على قد ما تقدر انك تبقى عارف ان في اشخاص ممكن تتصرف وحش، تتصرف غلط، تتصرف ايا كان ايه، نتيجة لرد فعل معين، نتيجة لهم متضايقين ولا لا، مبسوطين كمان ولا لا. احيانا كتير تشوف شخص تقول في البداية كده ان هو يا انسان بشع جدا، انسان مغرور قوي، انسان مش عارف ايه، ويبدأ بعد كده لما تتعامل معاه تلاقي ان هو من احسن الناس اللي في الدنيا. وفي شخص لما تيجي تتعامل معاه من اول مرة يحسسك ان انت حسسك ان هو من احسن الناس، ويا انا ما صدقت ان انا لقيت شخص زي ده واني مش عارف ايه، ويطلع انسان بشع جدا جدا وبيعرف يتلاعب ويتزوق بالكلام. ففي ده كتير احنا بنقع فيه. يعني هقول لكم على حاجة، انا واحدة من الناس اول انطباع بيتاخد عني ان مغرورة، بتتقال في وشي كمان يعني، بعدين يبداوا اللي هو ايه لا ده برج العذراء من اكتر الابراج اللي تشوفها في البدايه وتقول عليهم مغرورين، وتقول عليهم يا ساتر ايه التنكه دي يا جدع، واخدين في نفسهم مقلب، شوفهم بس واتعامل معاهم لتاني مره مش هتمشي من قدامهم، يعني هتفضل ترغي لحد تاني يوم، الوقت هيسرقك معاهم، لو وراك مشوار لازم تبقى عارف كويس قوي الساعه كام، يا اما ما تقابلش مع حد برج العذراء لتاني مره. اول مره قابله كتير عادي يعني مفيش مشكله، لو هتقابل شخص برج العذراء اول مره هتلحق ميعادك، تاني مره مش هتلحق ميعادك. المهم فبرج العذراء برضو من ضمن النصايح اللي هي موجوده ان انت لازم تكون حريص كتير على ان انت تعرف الشخص اللي قدامك وبعدين احكم عليه، فما تسرعش في الحكم سواء ايجابيا او سلبيا. الحاجة التالتة او النصيحة التالتة، وهي ان انت حاول تكون متصالح اكتر مع عائلتك، متصالح اكتر مع احبائك، بمعنى ان انا ما بلاش ان انا يبقى عندي خلاف معاهم، ما بلاش ان انا اتأثر تأثير سلبي، ما بلاش ان انا اكون عصبي انتقادي، ما بلاش ان انا اكون في عزلة عنهم، لان ده ما بيصيبهمش هم، ده بيسيبك انت، بيسيبك انت بنوع من انواع الزعل القوي، قد ايه انت بتتأثر، قد ايه انت موجوع، قد ايه انت بتحس بحزن جواك بشكل قوي نتيجة قطيعة بعض الاشخاص ليك. فحاول على قد ما تقدر، مش هقولك انك تيجي على كرامتك، بس حاول على قد ما تقدر ان انت تكون بتصلح من نفسك او بتصلح معاهم بعض الخطوات عشان هم يصلحوا كمان بعض الخطوات، ونبدأ ان احنا نتقابل في جهة محايدة او في جهة وسط شوية. فحاول على قد ما تقدر انك انت تصلح، او حتى
حتى تعاتب يا اخي، يعني عاتب الاشخاص دي، هم ازاي كده، ليه يعمل كده، طب يتصرف كده ازاي. المعاتبه دي احيانا بترجع العلاقات بشكل قوي جدا. فاذا انت محتاج ان انت تعاتب الاشخاص اللي انت على خصومه معاهم او الاشخاص اللي انت على خلافات معاهم، لان انت متضايق كتير بسبب البعد عنهم. طيب اما بالنسبه للنصيحه اللي بعد كده يا برج العذراء، وهي ان انت حاول دايما تبعد عن كتر التفكير. يعني بتفكر كتير بشكل قوي جدا، والتفكير الكتير ده بيخليك ان انت، هقول لكم عليها كده بالوصف البلدي شويه، بتفكر في الحاجه وهوب في تفكيري عشان عايز حاجه تانية، فتخش في التفكير اللي انا بفكر فيه، فاذا بفكر حاجتين في وقت واحد وعمال بقى مش عارف الاحق على هنا ولا هنا، هوب حاجه كده افتكرتها حصلت من 3 ايام افكر فيها هي رخره، فدخل فيه بكل ده، بيعمل شبكات، بيخش يتشابك مع بعض الافكار، هوب حاجه، فبيحصل فيه عندنا زوبعه من ناحيه التفكير، ان انت عندك فيه يعني بيحصل مشاكل من كتر التفكير. بيحصل ان انت فكرت في مليون حاجة او في حاجتين تلاتة، وبتبدأ بعد كده ان انت يا بتنام مرة واحدة لان انت دماغك خلاص بيبقى فصلت، يا اما الحاجة التانية بالنسبة لك ان انت بتتوه في التفكير الكتير، وممكن تاخد قرارات وبعد شوية تقول هو انا كنت بفكر في ايه او قراري كان ايه، وكأنك ما عملتش اي حاجة، واديك ضيعت وقت، وقد ايه وجعت نفسك، وقد ايه اثرت نفسك تأثيرات داخلية، واثرت نفسك بالطاقة السلبية. فانت عندك بتحط نفسك في الضغط وبدون فايدة، يعني بدون فايدة. طب اعمل ايه؟ عليك ان انت تسعى اكتر، عليك انك تكون مجتهد اكتر، عليك ان انت تبتعد عن كل الحاجات اللي انت بتفكر فيها مضايقاك، كل ده لازم ان انت تبتعد عنه. عليك ان انت بس تفكر في حاجة حاجة، بمعنى الورقة والقلم، يعني اكتب كده في ورقة وقلم الحاجة اللي انت عايز تشوف ايه اخرتها، دنيتها ايه، تفكر فيها ايه. انا بعمل ده جدا على فكرة، لما اكون عايز افكر في حاجة او اركز في امر ما، فبجيب كده ورقة وقلم اركز في النقطة دي، بعدين اشوف نقطة تانية كده يعني. حاول على قد ما تقدر انك تنسق فكرك، تجبر نفسك وتجبر عقليتك على ان هي تفكر بطريقه خطوه خطوه. لو قدرت ان انت تعمل ده، انت هتكون شخص قد ايه من ناجح جدا ومتفوق جدا، وبتكون الحظوظ كلها ملكك بشكل اكيد. فحاول دايما ان انت تنسق طريقه تفكيرك، حاول دايما ان انت تسعى اكتر، تجتهد اكتر من اغلب الحاجات اللي انت بتفكر فيها اصلا يا برج العذراء، وهي ان انت عايز اكون شخص متطور، عايز اكون شخص ناجح، عايز اكون شخص افضل، عايز اكون شخص مميز. طيب هل ده بايه؟ ما هو انت لازم تسعى اكتر ولازم تجتهد اكتر. مالكش دعوه بالاخرين، مالكش دعوه ده عمل ايه وده اتصرف ازاي وده جابها منين وده عمل ايه، اهم حاجه انت هتبقى بتعملها ازاي، بطريقتك ازاي، خطواتك ازاي، سعيك ازاي، شغلك ازاي. فانت لازم تكون حريص كتير على ان انت تعمل حاجه مختلفه خاصه بيك انت، ما تبصش لحد ولا تفكر في ان فلان بيعمل ايه او ما بيعملش ايه او قال ايه وما قالش ايه، فانت ركز في نفسك وبس. الحاجة برضو اللي ليها علاقة بالنصايح بشكل قوي بقى قوي قوي، وانا عايزاك تركز كتير في الفترة دي، اول 3 اسابيع بتوعك، اول 3 اسابيع بتوعك من الشهر، فانت هتعمل ايه؟ انت لازم تستغل الوقت ده قوي، سواء انا عايز اقدم على وظيفة، سواء انا عايز اعاتب بعض الاشخاص، سواء ان انا عايز اقرب من بعض الاشخاص، سواء ان انا عايز اجدد من نفسي، عايز اطور من نفسي، عايز ان انا الم حاجات كتير حواليا، عايز ان انا اكسب اكتر، عايز ان انا اكون شخص مميز بمعنى الكلمة، اوصل لاهدافي او طموحي، فانت عندك وقت كتير بيخدمك في ده. فانا استغل الوقت ازاي؟ باني اسعى اكتر، باني انا احاول انجح اكتر، باني اطور من نفسي اكتر، بان انا ما اشوفش اي حاجة الا هدفي وبس، او ابص لي ان انا عايز انجح وبس. فده لازم ان انت تكون الخطوات اللي انت ماشي عليها يا برج العذراء. برج العذراء برضو من ضمن الحاجات الموجودة بالنسبة لك كتير او اللي انت محتاجها جدا، هو القرب، العلاقات الاجتماعية والعائلية. زي ما قلت لك الاشخاص اللي انت على خصومة معاهم، يعني انت المفروض تتصالح معاهم، الا ان الاشخاص اللي انت تعرفهم او المقربين ليك لازم ان انا اكون على تواصل دائم معاهم، اتصل بيهم سواء اتصال مباشر غير مباشر، اكون قاعد معاهم، احكي معاهم، يحكوا معايا. الجو الاجتماعي ده بيصير عندك ايجابيه قويه كتير، وبيخلي ان انت عندك ثقه في النفس بشكل اقوى، وبيخلي عندك ان انت لو في مشكله او ازمه بتقدر تستشير اللي قدامك وتاخد منه وجهه نظره وتركبها على وجهه نظرك وتطلع بيه بند مستفيد او بخطوه مستفيده. فانت عندك ده جدا جدا يا برج العذراء.
طيب برج العذراء، حاول على قد ما تقدر ان انت تبتعد كل البعد عن التأجيل والحاجات اللي انت كنت مأجلها وحطيت في بالك ان انا بعدين بعدين بعدين، فانت اجيب اللي انت بتقول عليه بعدين ده واكتبه في ورقة كده ونسق دماغك، شوف ايه اللي انت كنت مأجله وحاول ان انت تستفيد بيه خلال الفترة دي. فدي نقطة برضو مهمة اللي ليها علاقة باستفادة الوقت اللي هو الثلاث أسابيع. اللي انا عايز اقوله لك واعتبرها نصيحة اخيرة هي الامور الصحية، حاول تهتم بصحتك اكتر، حاول ان انت تتابع الـ الامور المشاكل لو انت بتعاني من مشكلة صحية فاتابعها بشكل افضل، اتابعها بشكل اقوى، محتاج ده كتير لان الوضع الصحي مش افضل ما يكون بالنسبة لك برضه، فلازم ان احنا نكون حريصين اكتر على الامور الصحية، رغم ان كتير عنده حالات استشفاء على فكرة، بس انت محتاج تهتم برضه بالصحة عشان الاستشفاء الكامل. عامة برج العذراء بتمنى كتير اني اكون في النصايح مش اقوى حاجه بس حاجات يمكن تكون عارفين كده الفكره ان الحاجه الصغيره ممكن هي اللي تقلب معانا الدنيا او تبقى حاجه كبيره، يعني مفيش مثلا هو حاجات قضائيه وي وي وي، الا ان انت عندك نصايح صغيره بس الصغيره دي ليها دور كبير جدا وممكن يغير من شأنك بشكل قوي. بشكركم، ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.